السلام عليكم الاخوان والاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اذا اليوم ان شاء الله غنصحوا امتحان ديال ماده الرياضيات بالنسبه للتعليم الابتدائي دوره دوجنبير 2018. اذا قبل ما نبدا يعني كنشكر الناس صراحه اللي كيدعموني في لاشين واللي كيكتبوا لي كومونتيرات زوينين. صراحه كنلقى بزاف ديال الميساج يعني في لاشين، وكذلك حتى في لاباج ديالنا في فيسبوك مستجدات التربية والتعليم. يعني كنشكركم بزاف على هذا الدعم، وهذا الشيء اللي كيخليني نزيد نخدم. اذا اليوم ان شاء الله غنخدموا هذا الامتحان، ونتمنى يعني تكون تفهموا مزيان. اذا نبداو على بركة الله. عندنا المجال الرئيسي الرياضيات 10 نقاط. اذا عندنا التمرين الاول عليه نقطة ونص. يعني قال لك احسب هذه العملية ا كتساوي 2 على 5 زائد 1 على 4 لكل عامل مضروبة في 2 على 13. اذا قال لك اختار ا ولا بي ولا سي ولا دي، عطاك هما الاختيارات. مزيان. اذا اول حاجه غنكتبوا العمليه ديالنا. ا كتساوي 2 على 5 زائد 1 على 4 مضروبه في 2 على 13. مزيان. اذا دائما ملي كيعطيك بحال هاد العمليات، اول حاجه شنو كتسبق؟ دائما كتسبق اللي داخل الاقواس، عاد الضرب، عاد الا كاين القسمه، عاد الزائد، عاد الناقص. اذا هاد الترتيب علاش كنمشيو دائما اقواس اللي بداخل الاقواس، عاد الجداء، عاد القسمه اللي عندنا، عاد الزائد، عاد الناقص. اذا هذه مهمه بزاف. مزيان. اذا عندنا هنا غنوحدوا المقام، كما كتشوفوا عندنا المقام 5 و 4 مقامين غير موحدين. مزيان. اذا غنوحدوا المقام. اذا غنضربوا 2 في 4 ها هي 4 في 2 زائد 1 في 5 ها هي 5 الكل على 4 في 5. كما لاحظتوا معايا هذا توحيد المقام، ديجا درنا فيديوهات فلاشين كيفاش نوحدوا المقامات، يعني الدروس كاع اللي غنحتاجو راه شرحناهم في فلاشين. مزيان. الكل مضروب على 2 على 13. مزيان. اذا 4 في 2 اللي كتساوي 8 زائد 5 في 1 اللي كتساوي 5 على 5 في 4 اللي هي 20. مزيان. الكل مضروب 2 على 13. مزيان. اذا 8 زائد 5 كتساوي 13 على 20 مضروبه في 2 على 13 هي. اذا غنختزو ب 13 لان عندي الجداء 13 13 غتمشي. اذا غتبقى لنا 2 على 20. اذا غنختزلو. اذا عندنا 2 في 1 كتساوي 10 في 2، هنا ضربنا هنا في 2 وضربنا في 2. مزيان. اذا غنختزلو ب 2 غتبقى لنا 1 على 10. اذا الجواب الصحيح هو ا كتساوي 1 على 10. مزيان. اذا التمرين الثاني شنو قالوا لينا؟ قال لك نسبه نجاح تلاميذ في امتحان الشهاده الابتدائيه باحدى المؤسسات التعليميه هو 90%. اذا النسبه باش عندنا الناس اللي نجحوا التلاميذ عندنا 90%. مزيان. علما ان عدد المرشحين في هذا الامتحان هو 300 فان عدد الراسبين هو. مزيان. اذا عطونا الاختيارات. اذا عطونا واحد المعلومه، عندنا 90% اللي ناجحه وعندنا 300 المجموع. اذا اش غنديروا؟ اول حاجه غنكون عندنا 100% هو المجموع ديال التلاميذ ناقص 90% كتساوي 10%. اذا 10% هي نسبه الراسبين، يعني دوك الناس اللي سقطوا. يعني عندنا 90% اللي نجحت، اذا اوتوماتيكمون غنعرفوا بلي 10 اللي سقطوا. مزيان. اذا كي غنديروا نحسبوا الناس اللي سقطوا، اذا غنديروا ديك 10% مضروبه في المجموع في 300. اذا غتساوي لي 10 مضروبه في 300 مقسومه على 100 لان عندي النسبة المئوية. إذا نختزلو بجوج أصفار غتبقى لي 10 في 3 هي 30. إذا وبالتالي 30 هو عدد الراسبين. ونقدر نجبدو غير بطريقة أخرى، بما أن قلنا عندي هنا 10% وعندي 300، يعني 10 من 100 الأولى هي عندي 10، 10 من 100 الثانية هي 200 غتقولي عندي 20، و10 من 100 الثالثة اللي هي 300 هي 30. إذا وهذه هي الطريقة باش نحسبو، لأن نقدرو نعطيكم شي عدد فيه 335 ولا شي حاجه. المهمه ديال الطريقه باش كنجاوبوا اللي عطاونا بحال التلاميذ. اذا التمارين عفوا. اذا كنجي كندير ديك، كندير علامه داخل الخانه، ودائما العلامه كنديرها داخل هذا المربع، ما كنديرهاش خارج لان كتصحح بلي ماشين. مزيان. اذا دابا نمشيو للتمرين الثالث. اش قلنا في التمرين الثالث؟ قالك قطر الدائره الموجوده في وسط ملعب لكرة القدم هو 20 متر، باعتبار أن قيمة مقربة للعدد بي هي 3.14، وهذا الشيء شرحنا ديجا في لي فيديو فلاشين. فإن مساحة الدائرة الموجودة في وسط الملعب إس لا سيرفاس بالمتر وكاري هي. مزيان. إذا غنختارو، عطاونا الاختيارات. إذا باش نجبدو المساحة، أشنو عطاونا؟ 20 القطر
وعطاونا بي 3.14. اذا اول حاجه كنعرفوا حنا مساحه الدائره اللي هي بي فوا ار اوسي 2. اذا ار اوسي 2 ما عندناش، وبما ان كنعرفوا الدائره هي رسمتها هنا، القطر ديالها هو اللي كيدوز في المنتصف وكيمشي حتى الراس ديال هنا وكيمشي حتى للراس هنا، مزيان هذا هو القطر. وبالنسبه للار الشعاع هو النصف ديال القطر، اذا بما ان عطاونا 20 هو هذا القطر، اذا الشعاع اوتوماتيكمون ندير 20 مقسوم على 2 اللي هي 10، لان الشعاع هو نصف القطر. مزيان، اذا غنطبق القاعده، لان قالك حسب لي المساحه ديال الدائره. اذا اس كتساوي بي فوا ار اوسي 2. اذا اس بي عطاوها لينا هي دائما، واخا كاع ما يعطوهاش لك عقلوا عليها، هي 3.14 مضروبه في ار غير كل اوسي 2. اذا 3.14 مضروبه في ار جبناها هي 10 الكل اوسي 2، ودائما المتر الكل اوسي 2، لان الوحده ديال الشعاع هي المتر، ورفعنا كل اوسي 2، اذا حتى الوحده غنرفعها اوسي 2. اذا 3.14 في 10 اوسي 2 اللي هي 100 هي 314 متر كاري. اذا هما ديجا عطاوك المتر كاري، اذا غتختار غير العدد اللي هي 314 اللي هي اس. مزيان، اذا هذا هو، يعني حاولوا تفرقوا بين المساحه والقرص. راه المساحه ديال الدائره كتكون فارغه من الداخل، والقرص بحال درهم كيكون مملوء من الداخل. اذا وهاد العلاقات راه درناهم شرحنا يعني هاد القواعد كاملين في لي فيديو فلاشين، يمكن لك تطلعوا عليهم. بالنسبه للتمرين الرابع، شنو عطاونا؟ ليكن ا عددا حقيقيا غير منعدم، يعني ما كيساويش الصفر. ملي كيقول لك غير منعدم ما كيساويش الصفر، يعني يخالف الصفر. قال لك احسبي التعابير التاليه مع تبسيطها اذا ما امكن او ان امكن ذلك. مزيان، اذا هذه هي العمليه اللي عطاونا. ا كتساوي 2 على ا، عامل ا زائد 1 على 2، الكل عامل ناقص 1 على ا. مزيان، اذا نكتبوا العمليه ديالنا هنا. ا كتساوي 2 على ا، عامل ا زائد 1 على 2، الكل ناقص 1 على ا. مزيان، اذا اول حاجه غندير نشرو، لان عندنا هنا الجداء، والجداء كما قلنا كيسبق. مزيان، اذا عندنا 2 على ا مضروبه في ا، زائد 2 على ا مضروبه في 1 على 2 ناقص 1 على ا. مزيان، اذا هنا غنختزل بأ و ا لان عندي الجداء، هنا كذلك عندي 2 هنا و 2 غنختزل بهم. مزيان، اش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا 2 الفوق ها هي، زائد غتبقى ليا هنا 1 على ا لان اختزلت بجوج وجوج، ها هي ناقص هاد 1 على ا. وبما ان عندي هنا عددين متقابلين، بمعنى اش كيعني العدد المتقابل؟ هو كيكون مثلا نفس العدد كيكون الاشاره ديالهم مختلفه، هنا عندنا زائد وهنا ناقص، وعندنا نفس العدد 1 على ا 1 على ا. اذا كنختزلوا كيتسموا عددين متقابلين، بحال ناقص 1 وزائد 1. اذا كيبقى لنا 2، اذا الجواب هو 2. اذا هذا هو الجواب ديال هذه العمليه. مزيان، اذا دابا غنمشيو لباء. عطاونا بي كتساوي ا زائد 1 الكل اوسي 2 ناقص ا ناقص 1 الكل اوسي 2. اذا اوتوماتيك مو هذه غتكون عندي هي ا، ها هي، وغتكون عندي هذه هي بي. مزيان، اذا بما ان عندك هنا ا اوسي 2 ناقص بي اوسي 2، وعارفين حنا واحد المتطابقه الهامه اللي كتقول لك بلي الا كان عندك ا اوسي 2 ناقص بي اوسي 2 اش كتساوي؟ كتقول لك بلي ا ناقص بي عامل ا زائد بي. اذا هذه هي الطريقه باش نحسبوا، ولا نديروا الطريقه الثانيه. مثلا هذه تعطينا ا زائد 1 لكل اوسي 2، نطبقوا المتطابقه الهامه الاولى اللي كتقول لك ا زائد بي لكل اوسي 2، وهنا نطبقوا المتطابقه الاخرى اللي كتقول لك ا ناقص بي لكل اوسي 2. وان هذه سهله بزاف الطريقه اللي غنستخدموا دابا. مزيان، اذا هما عطاونا ا اوسي 2 ناقص بي اوسي 2، وغنطبقوها حنا، غنطبقوا هذه القاعده. اذا غنديروا ا زائد 1 لان هي ا، ناقص بي عندنا هنا هي ا ناقص 1، هي ناقص 1 عامل الكل عاوتاني ا، عندنا هي ا زائد 1، ها هي ا زائد 1 زائد، ها هي عندنا هنا زائد، وهاد بي عاوتاني عندنا حنا هي ا ناقص 1، هاني درتها هنا. مزيان، اذا اش غندير؟ عندك ا زائد 1 ناقص، داخل دائما ملي كتكون قبل القوس، ملي كتدخل كتغير الاشاره كامل ديال العدد، كتولي عندنا ناقص ا، وهادي غتحول غتولي زائد 1. مزيان، وهنا كذلك غتولي عندنا ا زائد 1 زائد، ما كيغير حتى حاجه، تولي عندنا ا ناقص 1. مزيان، اذا هنا نشوفوا العددين المتقابلين، عندنا هنا ا وعندنا هنا ناقص ا، غنشطبوا عليهم، غتبقى عليا غتبقى عندي 1 زائد 1 اللي هي 2. مزيان، هنا عاوتاني نشوف عددين متقابلين، عندني هنا ناقص 1 وهنا عندي زائد 1، غنختزل بهم، غتبقى لي ا زائد ا اللي هي 2 ا، اذا 2 مضروبه في 2 ا اللي هي 4 ا.
اذا نتمنى تكون فهمتوها. حاولوا تحبسوا الفيديو فاش تخدموها وخدموها في الوثائق غادي تشوفوا التصحيح. اذا هذه هي العلاقه، دائما ملي كيعطيك واحد العدد ديال كل استثناء ناقص عدد كل استثناء تفكر باللي هذه المتطابقه الهامه. ودائما واحد القاعده، ملي كيكون عندك ناقص قبل الاقواس ملي كيدخل على ذوك الاعداد كيغير لهم اشاره، يعني الجوده كيكون ناقص والواحد العدد مثلا هنا واحد، الى دخل على هنا راه كتغير الاشاره كما لاحظتوا معايا، كانت هنا زائد ولات ناقص، وهنا كانت ناقص ولات زائد. مزيان. اذا هذه هي الطريقه باش كنخدموا. بالنسبه للعمليه الثانيه عطاونا هنا الدرس ديال القوى، سي كتساوي ا اس 6 مضروبه في ا اس 3 الكل اس ناقص 1 على ا اس ناقص 1 مضروبه في ا اس 4. مزيان. اذا القاعده اللي غنطبق هنا عندي ا اس ان الكل اس ام اش كتساوي؟ كتساوي ا اس ان مضروبه في ام اللي هي عندي هنا ا اس 3 هي عندي هي ان وناقص 1 بالنسبه لي هو ام. مزيان. وعندي القاعده اخرى هي كتقول لك ا اس ان مضروبه في ا اس ام، يعني ا نفس الاساس، كنجمع دوك اللي الفوق كتولي عندي ا اس ان زائد ام، لحقاش عندي نفس الاساس كيمكن لي نجمع هذوك اللي الفوق. مزيان. اذا نطبقوا هذه القواعد، عندنا هنا ا اس 6 مضروبه في ا اس 3 الكل ناقص 1 على ا اس ناقص 1 مضروبه في ا اس 4. اش غندير؟ اول حاجه غندير ا اس 6 مضروبه، غنحول هذه لهنا، هذه القاعده ا اس ان غتضرب في ام، يعني غادي غتطلع عند هنا، غتولي عندي ا اس 3 مضروبه في ناقص 1 هي ناقص 3 على ا اس ناقص 1 على او مضروبه في ا اس 4. مزيان. اذا عندي ا و ا، هي هذه القاعده غنجمع دوك اللي الفوق، غتولي عندي ا اس 6 ناقص 3، انا عندي اشاره ديال ناقص كندير المجموع ديالهم، ناقص كتغلب زائد. مزيان. وعندي هنا كذلك ا اس ناقص 1 مضروبه في ا اس 4 غتولي عندي ا اس ناقص 1 زائد 4، يعني طبقت هذه القاعده ا اس 6 ناقص 3 هي أوس 3 وناقص 1 زائد 4 هي 3 هي أوس، وعدد على عدد كيعطينا 1. واللي نقدر نطلعوا هاد أوس 3 هنا غتولي عندي أوس ناقص 3، وغنجمع عاوتاني غتولي عندي أوس 3 ناقص 3 اللي هي 0 هي أوس 0 اللي هي 1. ولا بمعنى دائما ملي كيكون عدد على عدد نفسه كتعطينا العملية 1. بالنسبة للاشين ديالنا اللي بغا يقلب عليها راه هي سيمو أوفيس، غتطلع لكم أصلا في تحت الفيديو. مزيان. بالنسبه قال لك هنا احسب ما يلي، عطاونا عاوتاني دي كتساوي جدر 2026 الكل استثنى ناقص 2024 الكل استثنى. اذا عاوتاني شنو غنتفكر؟ غنتفكر هذه القاعده، هي ا اس 2 ناقص بي اس 2 كتساوي ا ناقص بي عامل ا زائد بي. اذا هنا عندنا ا اس 2 هذا هو ا ناقص وهذا هو بي اس 2. مزيان. هي كتبتها لكم هنا متطابقه هامه هي اللي غنطبقها، ا اس 2 ناقص بي اس 2 كتعطينا ا ناقص بي عامل ا زائد بي. مزيان. اذا دي كتساوي 2026 ناقص 2024 ها هي ا ناقص بي عامل ا زائد بي عامل 2026 زائد 2024. مزيان. اذا 2026 ناقص 2024 اللي هي جوج ها هي عامل 2026 زائد 2024 اللي كتعطينا 2000 زائد 2000 4026 زائد 24 هي 50، هي 2 مضروبه في 4050. إذا جوج مضروبة في 4050 هي 8100، هي جدر 8100. كيفاش لقينا كتساوينا تسعود؟ مزيان. إذا نقدر نديرو هاد الطريقة، مثلا جدر 81 جدر عفوا 8100 اش كتساوي؟ كتساوي جدر 81 مضروبة في جدر 100، وكنعرفو بلي 89 كتعطينا هي 81 عفوا كتعطينا هي 9 استثنان مضروبة، وكنعرفو بلي 100 كتساوي 10 اس 2. ودائما ملي كيكون عندك واحد العدد داخل القوس هاد اس 2 كيطير الجدر، وهاد اس 2 عاوتاني كيطير الجدر، وكتبقى عندنا 9 في 10 اللي هي 90. المهم كل واحد والطريقه ديالو، المهم انا بانت لي الطريقه هكا باش تفهموها. ولا ديريكت غديرو هنا جدر 81 هي 9 اس 2 غتعطيك 9 و100 هنا اس 2 اللي هي 10 وغتعطيك اوتوماتيكمون ديريكت 90. اذا هذه هي الطريقه باش كنحسبو، غالبا كيعطيو في الامتحان هاد المتطابقات الهامة. هنا حاولوا تركزوا عليهم وان شاء الله غتجاوبوا عليهم بإذن الله. اذا بالنسبة للتمرين الخامس شنو قالوا لنا؟ قالنا ا بي سي دي مربع.